طبعا هاي بعد الانتهاء من زراعة أقلام الوسترية والجاتروفة، تم تغطيتهن هذا النايلون النفق وردم الرمل من اتجاهين حتى يثبت النايلون. هاي الطريقة الصحيحة. طبعا إن شاء الله باكر نخليها تتحسس بالشمس بالحرارة ونجي نغطي بالسعف أو الساران، أي شيء متوفر ظل زراعي خيرا على خير، يكون كافي ويوفي بالغرض. لاحظوا طريقة زراعتهن وتغطيتهن. حاليا 10/1/2022. تحياتي.